خيرنا اليوم القريوش نهصر نحبوب الجماهير، وانا نقول باللي هذه وصفة تقليدية قديمة أوي. قديمة ونحبوها كامل نهصر وسهلة في الخدمة، على خاطرش نخمو دائما في الأم ولا المرأة العاملة نصر توجد العجينة تاعها قبل ما تروح للخدمة، كي تجي تلقاها ريحته وسهلت ويلا غير تقلي ديريكت تقلي وتعسلوا بصحتهم إن شاء الله. بالنسبة للمقادير، قبل ما نبدأ المقادير، عندي 4 كيلات فارينة، عندي مغرفة تاع الخل، عندنا كيلة ما بين السمن والزيت، الجلجلان للديكور بيان سور، عندي حبة تاع البيض، عندنا شوية تاع لاليفيو، قريصة تاع الملح بيان سور، وعندنا الماء نطمو به العجينة تاعنا. واللي يحب يدير شوية خميرة تاع العجينة يدير ثاني جميعها يقدر بيان سور. اوكي، واش ندوب لك؟ انت دوب لي السمن. مارغرين ولا سمن؟ سمن. انا. اوكي، ناخذ الكسرونة. ناصر كي تشوف الجفنة عارف بلي ندير حاجة تقليدية. وي، صح، الجفنة تاعنا راهي تقليدية. تقليدية. ناخذ السمن. انا. شحال ندوب لك؟ ندوب لك خصنا ندير كيلة ناقصة واحد دو دوا هكذاك. أوكي. بسم الله. انا غنى حاجه اللي نديرها الاولى كما تعرفني بيان سور، نصفي الفرينه تاعي. بسم الله، هكذا نديرو 4 كيلات تاع الفرينه. بسم الله، عندنا قريصه تاع الملح، لازم لازم قريصه تاع الملح باش تنقص في الحلاوه ثاني. انا وطلعنا لي سافور تاع لي غاتو تاعنا ناصر. أنا عندنا مغرفة تاع الخل، إن كبيار أسوب. مغرفة تاع الخل، علاش ديري الخل في لاباط؟ الخل ناصر باش العجينة تاعنا ميم كي تكون زعما نقولوا قاعدة يومين ثلاث أيام في الفريجيدير ما نخافوهاش تغمرنا. ما يصيرها والو. فوالا وتعاون شغل محسن، ميم هي مادة محسنة. شوفي معايا هنا. زيد شوية. بس ما تكمل كامل هذاك الدايب. تخي بيان. سي بون. نكملوها بالزيت. بسم الله. حتى نكملوا الكيلة تاعنا. ما كيلة ناقصة دو دوا نكملوها بالزيت. فوالا. دوك نزيدوا الحبة تاع البيض. بسم الله. فوالا. غير باليد. دقيقة ناصر. فوالا غير باليد. عندنا نص مغرفة تاع لاليفيغ الخميرة تاع الحلويات. هكذا. باش طميها؟ طموها بالماء. بالماء والماء زهر ولا الماء برك؟ نديرو شويه ماء زهر تاني بيان سور. انا عندي ميلونج تاع الماء ما بين الماء زهر والماء. انا عندنا الماء وحده كيما تحبي. هذا ميلونج هذا. خلاص سي بون يكفيني. فرينا سي بون. فرينا سي بون. بسم الله. انتوا ما تحبوش الداله. الماعن. انت ما تحبوش الماعن على بالي ما تحبهمش. وي نحبهم طيب بصح كثر الماعن كي طيب. وبعد نغسلهم يحصلوا فيا. فضحتنا كامل يا خوتي. لازم لك الماشينه يا ناصر. عندناش. وي.